السلام عليكم وكل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم يا ربي بالصحة والسعادة. اليوم حامل معاكم المقروطة على أصول بطريقتها المميزة وبريحتها ونكهاتها الرائعة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيف شكلها نهائي كان، ومفاجأة حلوة من نفس العجينة، حامل أشكال بتجنن، بهر عيلتك وبهر ضيوفك. وشوفي ما شاء الله كيف كانوا، طعمهم جدا مميز، وأبدعي بطريقة التقديم بهذا الشكل. فتابع الفيديو من الأول للآخر عشان تشوفي كيف حنعمل هالوصفة المميزة وكيف حنعمل هالأشكال الرائعة اللي بتجنن. نبدأ الوصفة على بركة الله. بالبداية هستخدم كيلو طحين أبيض متعدد الاستعمالات، وهو طحين الزيرو. أنا هستخدم هذا الطحين الفاخر اللي هو الكويتي، وأي نوع استخدمي أي نوع طحين مخصص للحلويات يعطيكي أفضل نتيجة. هذا كيلو كامل عيرته أو قدرته بالأكواب المعيارية اللي هي سعتها 250 مل، طلع معي 6 أكواب بالضبط. هضيف ربع كوب من السمسم المحمص للطحين، وربع كوب من الحليب البودرة، وكمان ملعقتين كبار من حبة البركة اللي هي السمسم الأسود، وملعقتين كبار من اليانسون الحب، وملعقتين كبار من الشومر الحب. هاي النكهات هي سر لذاذة وطعم المقروطة أو الكعك حتى الفلسطيني اللي احنا مميزين فيه. هون ملعقة صغيرة من المحلب، وحضيف ملعقة بسعة 5 جرام من البيكنج باودر اللي هي ملعقة صغيرة، وربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، يعني بطرف الملعقة الصغيرة شوية خميرة. بخلط النواشف مع بعض، وحضيف كمان رشة من الملح في ربع ملعقة صغيرة تقريبا، وربع كوب من السكر الأبيض اللي هو السكر العادي سكر الطعام. حتى أضيف المواد الدهنية بعد ما أخلط النواشف. حضيف كوب سمنة بحرارة الغرفة، سمنة حيوانية، استخدمت سمنة المراعي، وكوب من زيت الزيتون. بخلطهم مع بعض يتجانسوا، وبعدين ببسهم بأطراف أصابعي زي ما ببس كيف المعمول بالضبط. هون كنت ناسي أحط بهار كعك، حطيت ملعقة صغيرة من بهار الكعك، هو اختياري الإضافي. هاي بعجن بأطراف أصابعي، وبعدين بضيف كوب من المي الدافية، وبستمر بالعجن بأطراف الأصابع، وبنتبه ما بضغط زي طريقة المعجنات. كل ما عجنت بطريقة المعجنات وضغطت كل ما كانت قاسية. واحتجت هون ربع كوب من الحليب الدافي، إذا عيار أخذت كوب وربع من السوائل. بعجنها وبتركها ترتاح نصف ساعة تقريبا لساعة. بهالوقت أنا بجهز الحشوة اللي حعملها هي بالتمر. استخدمت تمر هون فاخر معجون مميز. بتحس تستخدمي معجون، استخدمي نوعية فاخرة وممتازة، أو إذا عندك تمر ممكن تشيل عجم وتسويه. أضفت له ملعقة كبيرة من بهار الكعك للتمر، وملعقة كبيرة من السمسم المحمص، وملعقة صغيرة من اليانسون الحب، وملعقة كبيرة من السمنة بحرارة الغرفة، وملعقة كبيرة من القرفة المطحونة. هاي إضافات اختيارية، شو بتحبي زيدي زيدي أو نقصي نقصي زي ما بتحبي. بعجنهم حتى يتماسكوا ويصير على التمر غير لاصق. هاي عجينتي بعد ما ارتاحت حقسمها قسمين. هحتاج في الوصفة هاي كيلو ونصف من التمر. برق العجينة الأولى بإيدي، بعدين بفردها بالشوبك تأحسوا على مستطيل، تقريبا بيكون حجم أو قطر المستطيل 40 سنتي، عرض المستطيل 40 سنتي. بحاول إن أشيل الأطراف تيطلع مع شكل مستطيل، لأني حلفها زي سبيس رول فبدي يكون شكلها مرتب. والزوائد هاي برجع بعجنها بشكلها كمان مرة بالعجينة الثانية. هلا بهالوقت كمان التمر بحطه بين ورقتين زبدة أو بكيس نايلون، تحتي كيس نايلون، وبرقه، أو ممكن أرقه بس بورقة زبدة واحدة. بفرده كمان، هذا تقريبا نصف، يعني حكيت التمر قسمته كمان نصين، قسم للنص الاول العجين وقسم للنص الثاني. هون التمر كمان شوف كيف رقيته، يكون هيك انه عرضه رقيق هيك تقريبا ربع سنتي، وعملته بحجم قطعة العجينة اللي عجنتها. وشوفوا كيف قلبت ورق الزبدة كيف وجهها على العجينة اساس تركب عليها، وبرقها كمان بالشوبك اساس تمازج العجينة مع التمر. يعني بحاول اضغط عليها، يعني
تقريبا 3 مرات، وبحاول أشيل الأطراف أساس يطلع معي اللف شكله مرتب وحلو. ببدأ بلفة كيف بلف السويسرول من الأطراف، وبحاول أغلقها بإحكام بهذا الشكل. ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندك خيار، يا بتخيل العجينة في نفس الحجم أو تقسميها من النص، فيطلع معك هيك حجم المقلوطة بحجم متوسط وحلو. اختيار شو ما بتحبي، حبيتي قطعة كبيرة أو حبيتيها صغيرة، بتقسميها من النص لحبيتيها صغيرة ومتوسطة. بعطيها بالشوك هيك ضغطة خفيفة، وببدأ بإني أقطع بالأطراف. بحط كمان بفرش حبة بركة وسمسم أساس تغطيني، تتغطي عفوا المقروطة هالشكل، وبقطعها بالورب كل واحدة تقريبا بعرض سانتي. شوفوا ما شاء الله كيف الشكل يتكلم، عن جد كم هي سهلة وكم هي طيبة طيبة. وإذا عندك هاي القطاعة المسننة كمان بتعطي شكل جدا رائع وحلو. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيف حجم الحجم الحبات كيف كان شكلهم قبل الخبز، هيك كيف بعد الخبز ما شاء الله. بحطهم بصينية طبعا، ما في بحاجة نحط ورق زبدة لأنه أصلا العجينة فيها سمنة وزيت. فببدأ الآن مفاجأة، الحكينا كيف حنعمل أشكال حلوة. نفس الطريقة برق العجينة فوقيها تمر، بس بحط كمان فوق التمر قطعة عجينة وبرقها. عندي هذا الشوبك مسنن، هذا اختيار، إذا موجود عندك استخدمي بيعطي شكل حلو، إذا مش موجود بالشوبك العادي. وشوفوا كيف بصير أقطع هيك شكل مستطيلات على شكل معين، اختيار، وبرش عليها سمنة، أو عندي قطعة قلوب دوائر، إيش ما بتحب يسوي، بس حاول تتميز هيك ويكون عندك هيك أفكار حلوة بالتقديم. يعني عجينة خفيفة لطيفة استخدمناها واستعملنا أكثر من شكل. شوفوا ما شاء الله كيف الأشكال بتجنن. وهي كمان عملت مستطيلات رفيعة، هيك جهزناهم للخبز ما شاء الله. حميت الفرن طبعا بهالوقت، حرارة 400 يسخن قبل ربع ساعة، حطيتهم بالرف التحت مباشرة، أخذوا معي 7 دقائق بالتحمير من تحت، وبالشواية من فوق تقريبا لنص دقيقة دقيقة حتى يعطينا لون ذهبي حلو. ما شاء الله شوفوا كيف شكلهم ولونهم، ما تتخيلوا الريحة كم كانت، ما تتخيلوا الريحة كيف كانت بتشهي في البيت، والعجينة كانت جدا رائعة، هشة هيك طرية ولذيذة. فلازم تجربوا هالوصفة، ونصيحة لكم عشان تحفظوا المقروطة أو المعمول، حطوها بعلب محكمة الإغلاق، تحتيها ورق زبدة مو فايل، واتركوها مسكرة وقت التقديم. وما شاء الله، وكان شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. فجربوا هالوصفة وادعوا لي دعوة حلوة، وأكيد دائما بنحكي إذا عجبتكم الوصفات اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، وأكيد ما تنسونا من تعليق حلو واللايك. وأهلا وسهلا فيكم، شرفتوني، وكل عام وانتم بخير.